السلام عليكم. تعتزم الجزائر بإنشاء أكبر مصنع لتحويل الحديد والصلب في إفريقيا، وواحد من أكبر المصانع في العالم، وذلك بالشراكة مع شريك صيني، شركة صينية إذن، في إنتاج الحديد والصلب. والمهم والأهم يعني الجديد في المشروع هذا هو استعمال الحديد الخام تاع كراج ميلات، اللي الآن بدأت يعني الإنتاج يتطور من 40,000 طن سنويا في يعني بدايته هذه السنة، وسوف تنتقل يعني الطاقة الإنتاجية نتاعو في حدود السنة المقبلة إلى 200,000 طن إذن سنويا. وهذا سوف يكون منبع للحديد الخام اللي كان يستورد يعني فيما مضى كان يستورد. إذن الآن سوف ينشأ أكبر مصنع في إفريقيا لإنتاج الحديد والصلب وكل منتج يعني تحويله إلى كل المنتجات المسطحة والأسلاك وبتاع البناء وكل أنواع الحديد. إذن والمشروع هذا سوف ينشأ في ولاية وهران اللي تقع على الخط عند السكك الحديدية عند الغرب، يعني بين مدينة وهران إلى بشار إلى منطقة تندوف. إذن هذا هو المشروع الاستراتيجي الهام الذي تقرر بين الجزائر والصين، واللي سوف يجعل من الجزائر واحدة من أكبر البلدان المنتجة للحديد، مع يعني المصانع الثلاثة المركبات الثلاثة الموجودة في وهران وفي أرزيو وكذلك في بلارة بولاية ميلا. إذن هذه هي المشاريع نتاع الحديد والاستراتيجية، إذن إنشاء أكبر مصنع يعني طاقة إنتاجية تاع 12 مليون طن سنويا من الحديد، كله يعني إنتاج وطني 100%. هنيئا للجزائر بهذا المشروع الهام اللي إن شاء الله سوف يتحقق في الأشهر يعني القليلة القادمة، لأن المنجم تاع غار جبيلات راه بدات يعني الطاقة الإنتاجية تتطور مع وصول المنشآت ويعني تهيئة المركب نتاع التحويل المنجم من غار جبيلات بولاية تندوف إلى مناطق التخزين والتحويل الأولي بمنطقة بشار، ثم عبر طريق سكك الحديدية نحو الشمال باتجاه وهران، إذن باتجاه المصنع هذا نتاع تحويل الحديد اللي هو يعتبر كما قلنا أكبر مصنع في إفريقيا وفي الجزائر، واحد من أكبر المصانع في العالم. إذن هنيئا لهذا المشروع. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.